بالنسبة للمحطات النضالية والأشكال النضالية التي خرج بها بيان السيد رئيس الهيئة الوطنية، والتي ستبدأ بإضراب يوم الأربعاء من الأسبوع القادم وتستمر إلى الأربعاء إلى غاية الأربعاء من الأسبوع الذي بعده، هذا جاء ترجمة وتنفيذا من المكتب التنفيذي لتوصية الجمعية العامة المنعقدة بالرباط يوم 18 فبراير، والتي أوصت بضرورة تصعيد النضال إلى حين تحقيق المطالب ديال السيدات والسادة العدول في المغرب. ماشي مطالب فئوية، هي ماشي مطالب لخدمة هاد المهنيين، ماشي بغاو شي حاجة لراسهم من أجل راسهم، ولكن هما بغاو واحد المجموعة ديال المطالب اللي تكون متضمنة في القانون اللي كينظم المهنة باعتبار الرغبة ديالهم أن المرفق يكون كيأدي خدمات توثيقية فعالة وناجحة، يكون أيضا هذا المرفق كيحافظ على الأمن التعاقدي، يكون هذا المرفق كيأدي الخدمات الكفيلة بتلبية الحاجيات التوثيقية ديال المواطنين المغاربة. أيضا في إطار الحرص ديال السيدات والسادة العدول أن هذه المهنة ديال التوثيق اللي كيمارس فيها العدول وكيمارسوا فيها مهنيين اخرين، يكونوا المواطنين المغاربه اللي كيستافدوا من هذه الخدمات عندهم نفس درجه المساواه. ما بغيناش في هذه البلاد يحس شي واحد انه كاين اللي كياخذ شي حاجه اكثر من حقه، ما بغيناش نحسوا في هذه البلاد انه من خلال التشريع ومن خلال العمل ديال الوزارات كيمكن شي مهنه تهيمن على مهنه اخرى او تحتكر شي خدمات او امتيازات على حساب مهنه اخرى. بغينا نقولوا ان احنا كنا مغاربه، بغينا نقولوا ان المصلحه الوطنيه خصها تكون فوق الجميع، بغينا نقولوا ان دستور المملكه خصو يكون فوق الجميع، بغينا نحسوا ان الدوله وجدت لخدمه المواطنين المغاربة وماشي وجدت لخدمة جهة على جهة.